كيف موجود معانا؟ هات اشوف. غششش. مش سمعنا كل يقول لي اراهما مش هيك لسه؟ مش يسوع هو الكلمه؟ معناته يسوع حاضر معانا بانجيله. لما انا بسمع كلمته انا بسمع صوته، معناته لما بسمع صوته وكلمته بتصير موجوده فيه، بتفوت على قلبي، بتفوت على حياتي. ولما انا باخذ هاي الخبزه يلي هي بالصلاه تحول لجسد يسوع، يسوع بصير موجود فيه، مش بشكله ومش بحضوره ومش بدمه كل الوقت. عشان هيك انتوا يا شباب والصبايا الصغار مش لازم تنسوا هذا الاشي، يسوع دائما معنا، يسوع مش راح يترك. مرات كتير احنا بنتركه، والحديث للاهل كمان. مرات كتير احنا بنفتش على اشياء تانية غير يسوع، بنفكر انه هاي الاشياء اهم. فيش شيء أهم من يسوع، لأنه هو بداية حياتك وهو نهاية حياتك. مرات كثير منقدرش نفهم شو بقولنا يسوع، بس حلو إنه نقول له ساعدنا، قوينا، ساعدنا إنه أمره هاي فضل الصعب بحياتي، ساعدنا إنه أنا أطلع يمكن من مشكلة موجود فيها. يسوع ولا مرة بنسأل، ذكروها هاي الشغلة، كل مرة بدكم تشوفوا يسوع دقوا على قلبك وقولوا له اطلع، انت هون موجود، خليني اسمع صوتك، خليني اشوفك، خليني فعلا اسمع صوتك وتوجهني للطريق الصح. نحن اليوم عم نعيد، عم نعيد لعيد الفصح، يعني لعيد قيامة يسوع من بين الأموات. صرنا بالأسبوع الثاني لهي الرعية. وطبعا قيامة يسوع المسيح هي أساس كل شيء في حياتنا. احنا أصلا حاملين اسم المسيح واسمنا مسيحيين لأنه بنآمن بأنه المسيح قام حي موجود معنا كل يوم. مرات كثير بنشك، مرات كثير بنتساءل، ولكن يسوع دائما جاوبنا اذا احنا لقينا الباب عليه وقلنا له ساعدنا. الاحتفال او الرباني او المناوله الاحتفاليه اللي احنا بنسميها في كنيستنا هي بدايه الطريق لهؤلاء الاولاد والبنات، ولكن المسؤوليه الكبيره ما بتتحط على الكنيسه لاغراضهم وتعبها في اللي يكون المليون من الملايين بتحضروا في سر الاعتراف. المسؤوليه كمان تقع ايضا على اهاليهم يلي لازم يعرفوا بهاي الفتره، لازم يحطوا ايمانهم بهاي الفتره، لازم الاهل نفسهم يعطون شهاده حلوه لحياتنا المسيحيه بشكل صحيح. Thank you.
سنين يمكن مش فايتين على الكنيسة، فبحب كمان أسمع الأهل ليجاوبوا على هاي الأسرة كمان هني بدور. هل ترفضون الشيطان وكل أعماله وجميع بطيله؟ نعم نرفض الشيطان وكل أعماله وجميع بطيله. هل توافقون المسيح؟ نعم نوافق المسيح. هل تؤمنون به؟ نعم نؤمن به لأنه ملك الحياة. فاسجدوا له أيضا. الأخت جزء